يلا بقى نطلع على فوق. الاستوديو اللي فين انت جنن؟ انت لسه شفت الجنان اللي على اصوله ده؟ انا هوريك الجنان. سامي يخرب بيتك. تعالى يا بنتي. تعالى يا بنتي. تعالى يا بنتي. تعالى يا بنتي. تعالى. استنى انا لسه ما شبعتش راس. انا لسه هستنى. انا مش قادر استنى. استنى وانت تشوف اللي عمرك ما شفته. ونسى ما بتكدبش. مو تاني. وريني وريني يا حبيبتي اللي عمري ما شفته. طب كده شغل المزيكا وانا جايه وراك. وريني. خير يا حبيبتي. هاي بابي. ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ مفيش، كنت عمال اقرا كتاب. ايه الاخبار؟ اتصلتي باخوكي او اخوكي اتصل بيكي؟ كلمته ورد عليا وقال لي انه كويس. ما قالكيش هو فين دلوقتي؟ لا ما قالش. ولسه بيدور على البنت ياها؟ برضو ما قاليش. مش عارف اعمل ايه مع الولد ده. وحضرتك حاولت تتصل بيه؟ ايوه ما بيردش عليا. بابي انا كنت عاوزه من حضرتك حاجه. خير يا بنتي؟ في واحد عايز يقابل حضرتك. مين ده؟ محاسب في مكتب الاستاذ سيد لاشين. سيد لاشين ده المحاسب بتاعنا. ايه عايز ايه؟ معرفش، حضرتك قابله يعني وشوف. انت تعرفيه؟ اسمه ايه؟ مجدي الزعفراني. الزعفراني دي عيله كويسه، كانت كويسه قبل ما ياخدوا املاكهم ويوزعوها على الفلاحين. ابويا كان بيقول لي الحكايه دي. طيب نقابله ونشوف هو عايز ايه. حضرتك تحب الميعاد يبقى امتى؟ بيكلميني بكره في المكتب وانا اقول لك انا فاضي امتى. تعشيتي؟ لا كنت مستنيه حضرتك. طب يلا نتعشى سوا. يا باشمهندس مش باينه خالص. ان شاء الله هنلاقيه. اسال لنا الراجل ده. طيب يا رب يكون عارف حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما تعرفش ازاي نروح كفر الهندوه؟ كفر الهندوه؟ ما فيش حاجه هنا اسمها كفر الهندوه. هم قالوا لنا ان في بلد هنا اسمها كده. ده انا بقالي 30 سنة هنا، ما اعرفش عنها حاجة الاسم ده خالص. شكرا يا حاج. هو مفيش غير خربوش الكلب هو اللي قصد يوسف لنا غلط. على فكرة كان قصد يتوهني. فكرك؟ فكر. هو فكره ولا خربوش؟ اطلع بس يا عم عمنا مش وقت. يا حبيب قلب اختك، قعدت تتحنجل وتتدنجل واركب جنب العصفور لغايه لما غفلوك وضربوك على قفاك وضحكوا عليك وشفطوا منك العصفوره. ما تخلونيش يا جمالات، بقول لك اتغفلت وخدوني على اخوانا. خلاص كنت سبتني انا قعدت جنبهم، ما كانش حد هيقدر يقول لها تلت الثلاثه كام. انت فاكره نفسك ايه؟ سفيره عزيزه؟ لا انا جمالات، انا بتاعت الفريكيك وانا اللي بخطف الكحل من العين. انا لو بصيت لواحد بصه كده بعيني كان زمانه ركب في الارض وقال لي شبيك لبيك عبدك وملك ايديك. نابك على شونا يا جمالات. الواد ابن العمدة عينه من نوسه مش منك، من عصفوره مش من البطايه. وماله البط يا حبيب اختك انت؟ انا انبسطت وكلت بط. خلاص يا حبيبي بط انت بقى، خلي حبيب القلب ينقذها وياخدها على الحصان الابيض ولا شبيك لبيك ويلف منك العصفورة واقعد انت غني ظلموه بقى. مش لما يعرف مكانها الاول.
طب ما انت قلت لهم حبيب اختك العنوان من غير ما تحس. قلت لهم اه بس وصفته لهم غلط. يا بني بقى لو عرف مكانها. الله يعني ايه؟ هسيب لهم البيت كده تروح من ايدينا؟ لا انا فاكر الطريق كويس. بكره الصبح هروح اسال على دوار العمده وألف مين هيدلني. نعم احنا لسه هنستنى للصبح وهي قاعده عند ابن العمده كده. اجرى لها ايه يعني يا جمال ايه؟ يعني ايه اجرى لها ايه؟ هيستفرد بيها ويعمل فيها اللي هو عاوزه حبيب اختك. ما تخافيش نوسه دي ولا 100 راجل يعرف يلمسها. ما يخرجيش انها عامله زي القطه الحلوه دي. بتخربش بتخربش بالجامد قوي يا جمال ايه. زمة ليك نفس تدفع بريه يا ابو نوسة. انت بصيتلي في الفول والطعمية؟ لا مؤاخذة بص على بنتك هتلاقيها غرقانة في اللحمة والفراخ ولا مؤاخذة البط. وانت كده همك على بطنك. يا ترى انت فين يا بنتي؟ ده كان يوم شؤم لما دخلت عليا انت واختك. نعم انت واختك كده بالفم المليان يا راجل اتكسف على دمك. احنا اللي دخلنا عليك ولا انت اللي دخلت عليا بالحنجل والمنجل وعملت لي البحر طحينه ودخلت لقيتك يا مولاي كما خلقتني يا راجل اتكسف على دمك. انت ايه ما بتحسش؟ جت لبست الاوانطه ده احنا اللي كان يوم من اي يوم ما اتجوزنا جت ترمي بالك علينا ولا ايه؟ يا ريت على قد كده يا جمالات يا اختي. ده بنوزه بينبط على احنا السبب في اللي حصل لبنته. انت السبب فين؟ ان شاء الله ليه ضربناها على ايديها ولا هي اللي عماله بتسبل للواد لما جابته ارض ارض؟ يا بنتي ما تعملش كده يا جمالات. ده بنتك بابو كده يا حبيب. هي شغاله غير على كده تسبل لده وتعمل لده وتعمل لده؟ ايه يا اخويا في ايه؟ اتفضل بقى استنى شوف الباشا الكبير لما يعرف ان ابنه رجع يتحنجل ويتدنجل مع البنت تاني شوف هيعمل فينا ايه. بالقليل هيعلق لنا المشانق يا جمالات. مشانق ايه ده؟ ممكن يولع فينا في يوم وليله. بقول لك ايه يا دلعادي قول لبنتك المخفيه دي تتلم. عايزين ناكل لقمة عيش. هو حد عارف طريقها فين دلوقتي؟ يا ترى انت فين يا نوسة؟ امسك بس يا ابو نوسة امسك السندوتش ده في ايدك امسك يا عم. ما تقلقش بكره الصبح هجيبها لك وارملك تحت رجلك بس انت لمها وما تخليهاش تمشي على حل شعرها والا عليها الحرام من دراعي. انا اللي هتصرف معاها. فين يا باشمهندس؟ هي دي الفيلا اللي الراجل قالنا عليها. بقول لكم ايه؟ عايزين ننزل بالراحه من غير ما حد يسمعنا. اقفلوا الباب بالراحه. ماشي ماشي. وبعدين انا ما حسيتش بنفسي. اصلك انت ليه يا ابن المش اخلعها؟ كنت ابن بار مديله اكيد رقصت بالغصب. انا ما غصبتش عليها ولا حاجه. انا قلت لها اني هدفع لك اللي هيدفعوا لك الزباين بتوعكم وبس وزياده كمان. يبقى اكيد هربت. وتاني مره يا حليتها ما تعملش فيها ابو علي وتخطف ولاد الناس من ورا اهدهم بدل ورحمه امي اديك يد ارجعك بني ادم تاني. يا زغلول مفيش داعي للكلام ده كله. قول لنا قول لنا نوسه فين؟ انت ياه يا جماعه اجيب نوسه هربت. يلا الحقها على الطريق. يلا 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 اطلع. عارف لو اتعرضت لها تاني هقتلك. ولع فيهم ولع فيهم. ابعد 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 يا رفضي.
اكيد نوسة لسه في الطريق. انا خايف عليها قوي يا باشمهندس، قال لي ما تلاقيش حاجه تركبها في الحته المقطوعه دي. يا بنتي نوسة ما يتخافش عليها، نوسة ب100 راجل ومخها نوى. ما شفتيش عملت ايه في ابن العمده؟ دي كومته على الارض. نوسة بنت حلال وربنا هيحرسها. فيه ده، شوف الساعة كام دلوقتي؟ لا جماعة رجعوا ولا نوسة رجعت. أنا كمان قلقان يا جمالات، دماغي عمالة تودي وتجيب ومش عارف إيه اللي حصل. طب دماغك اللي عمالة تودي وتجيب دي وصلتك ليه؟ حاجة من الاتنين، لإلا الجماعة دول تاهوا في الوصفة اللي أنا وصفتها لهم، لإلا وصلوا دوار العمدة والغفر قابلوهم وعزقوهم علقة موت. بخت يا جمالات بخت. ماشي يا أخوي، هم ضربوا علقة موت، والبيت فين؟ يا خبر بفلوس، بكرة يبقى ببلاش. الحمد لله على السلامة يا نوسة. عمر اللي انت عملتيه ده حرام عليك يا شيخة، ده انت دوختيه. طب كنت سيبي عنوانك مع بنداري. اسيب عنواني بعد ما طردتنا؟ ازاي تصدقي اني ممكن اعمل حاجة زي كده؟ انا برضو اطردكم. ده امارة البنت الطويلة، بنت صاحب ابوك اللي انت عايز تتجوزها. هو انت نسيت الكلام اللي بيننا ولا ايه؟ احنا في بيننا وعد. اي كلام بتقوله لكل واحده تشوفها؟ ازاي تصدقي اني ممكن احب او اتجوز واحده غيرك؟ تتخيليش انا لفيت ودورت عليكي قد ايه يا نوسه؟ تتخيليش العذاب اللي اتعذبته في الفتره اللي بعدتيها عني دي؟ اذا كنت انت تعذبت ايراد، انا تعذبت 24. عموما الحمد لله ان ربنا جمعنا تاني. وعايزك تعرفي حاجة، مفيش قوة في الدنيا هتفرقنا من النهاردة. يا ريت يا عمر، يا ريت. عموما الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله تفضلي قاعدة في المستشفى هنا لغاية لما تبقي زي الفل. أنا حاسة إني قوية أوي، حاسة إني بقيت أقوى واحدة في الدنيا بعد اللي أنت قلته ده. طب اعملي حسابك بقى إن مفيش شغل بعد النهاردة، وإن شاء الله أنا أوضب كل حاجة عشان نتجوز. بجد؟ بجد يا عمر؟ بجد يا روح عمر. لا 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 إحنا التلاتة. أنت هتقعد منك ليه؟ نوسة فين؟ نوسة خلاص مش هتشتغل هنا تاني. ليه يا الدلعات؟ لقيت شغلانة عند ابن العمدة احسن من شغلانتنا ولا ايه؟ لتاني مرة بقول نوسة فين؟ الله، وانت بتسأل ليه؟ ده انت حتى ما كلفتش خاطرك تدور عليها معانا، ووصفت لنا السكة غلط عشان ما نلاقيهاش. عشان المؤاخذة كركات عبط، واللي سايق بيك اهبل وعبيط هو اللي توهك. ما تعرفش في الباشمهندس خربوش ده جدع وراجل بصحيح، وليه حق نوسة تحبه وتتعلق بيه يا حمار؟ ده هو اللي وزع عصفور عشان يكرشنا من الارض ويقطع عيشنا. لا خلاص، ما بقيناش ناكل من الكلام ده، ما عرفنا الحقيقه خلاص. على فكره يا خربوش، لو قابلت نوسه يبقى بارك لها. ابارك لها على ايه يا حليته؟ قولي له، ولا اقول لك بلاش قولي له، اللي يفرقع يموت. تعالى هنا، مالكش دعوه انت بيهم. اوعى جرايه الماما يا دون، ما تلموا تعبانكم ولا فرانكو، انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ قاعدين تتريقوا على سيدكم. طب بس ما تتحمقيش قوي كده واسمعي الخبر اليقين.
قولي لهم يا عسليه نص هتتجوز هي والبشمهندس كده خبط لاس من غير ما يستاذنوا من ابوها ولا مرات ابوها ليه هو خطف ولا خطف لا ما تقلقيش يا جمالات الباشمهندس بيفهم في الاصول كويس انتوا فاكرينه ايه زيكو اخرس ده ومن هنا ورايح ما اسمهاش نوسه ليه يا عسليه هو عايز يغير اسمها كمان ما هو لازم يا اخويا يغير اسمها معقوله واحد زي ده في المركز ده يتجوز بنت اسمها نوسه كفته لازم يسميها اسم تاني الشهاده لله هو ما جابش سيره الموضوع ده ولا هيغير اسم حد ما هي المخفيه دي اللي قالت كيت لا انا مش قصدي غير اسمها انا قصدي اقول يعني ان انت بعد كده تقول لها يا ست نوسه نعم يا تلعادي او يا نوسه هاني مش هتفرق هي امك عسليه قصدها انك ما ترفعيش التكليف بينك وبينها قوي لان هي بقت فوق قوي وانت لسه مكانك تحت قوي غور يا واغش يا المامه ده انا اللي نظبطكم وخليتكم بني ادمين في الاخر بعتونا غرف ده يا يلا مبسوط يا خربوش سمعت شو بيقولوا ايه بس الكلام ده ما ياكلش معايا معقول الباشا الكبير ابو الباش مهندس هيجوز ابنه الحيله لبنت غجريه لنوسه طمني وحط في بطنك بطيخه صيفي حسن يا خول الجنينه اصحى يا سيكوفته اصحى شوف بنتك اللي كبرناها وخلينا زي الفل عملت فينا ايه ولا كاننا في حياتها نوسه ايه رجعت ولا ايه رجعت فين يا الدلعادي قاعده هناك مع عريسها بتقضي شهر العسل مش فاهم حاجه هي مش كانت معزومه عند ابن العمده ما هي بتضيعش وقتها يا حبيبي خلصت ابن العمده راحت لابن الاكاد مين ابن الاكاد عمر يا راجل يا سهون يا لئيم يا اللي نايمنا على دارك ده انت عارف الكفته راجل يا كفته امال حد ايدك في الميه البارده ليه يا راجل ده انا بطلب من ربنا ان ده يحصل يا رب ربنا استجاب منك يا اخوي وبره بيقولوا كده انها هتتجوز تحب زغرات لك عشان تستريح يا الحمد لله يا ما انت كريم يا رب يا مزبطي يا خرابي هتموتني نص عمري يا راجل حرام عليك الله يحرقك انت وبنتك في ساعه واحده ايه اللي ما سالوك ولا استاذنوا منك تتجوزها ولا ما تتجوزهاش انت ايه شرابه خرج ابقى زي ما ابقى المهم ان ده يحصل هي فين انا هاخدك دلوقتي بقى عشان اشتري لك شويه هدوم جديده عشان انت داخله الاوتيل ادخل فين الاوتيل يا نوسه اللوكاندا اللي هتقعدي فيها مؤقتا كده على ما اجيب شقه حلوه لينا في طنطا بس انا في حاجه عايزه اقولها لك قول انت تطلبني من ابويا مش عشان هو راجل غلبان ما تسالش فيه انا مش بس هطلبك من ابوكي ده انا هاخده وهعالجه في احسن مستشفى فيك يا مصر لغايه لما صحته تبقى عالي العالي ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي الله الله طالعه منك زي العسل طب قولي لي بقى عايزه ايه كمان ولا حاجه كفايه ان اكون جنبك ايه نوسه انت تتكسفي مني ولا ايه ما تقولي تفتكر ابوك هيوافق على جوازنا بصراحه لا طبعا هتعمل ايه ساعتها ايه اللي هعمل هسيبك يعني ايه نوسه انت ليه مش واثقه فيا انا شخصيه على فكره مفيش حد يقول اتجوز دي وما تتجوزش دي وهسمع كلامه وبعدين انا بحبك والله العظيم بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك كمان مازه يا استاذ مجد سيب بيه عصابك تمام انا هروح له دلوقتي يا منى صباح الفل يا حبيبتي طب اقول لك ايه معلش انا هطلبك تاني عشان استاذ سيد طالبني حالا استنى بس انا كنت عايزه اقول لك على طيب خلص الميتنج مع استاذ سيد وكلمني باي اتفضل صباح الخير يا فندم صباح الخير يا مجدي اتفضل استريح شكرا ايه الاخبار زمايلك بلغوني باخبار كويسه يا ترى اتصلت بالناس اللي حواليك طمن يا فندم انا اتكلمت مع ناس كتير وكمان اتقابلت مع مجموعه من الشخصيات القياديه وقالوا لك ايه 90% منهم طبعا مرحبين بدخول حضرتك الانتخابات انت متاكد منهم يا مجدي لو تحب سيادتك تقعد معاهم انا مستعد ارتب كام معاك برافو عليك يا مجدي انا احب الاسلوب ده اقعد معاهم واشرح لهم بنفسي برنامجي الانتخابي ويا ريت كمان لو اقدر اقعد مع نسبه 10% اللي انت حسيت انهم مش متحمسين بس انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه حاجه ايه انا عرفت واتاكدت ان حسين الشواربي هو كمان هينزل الانتخابات طب وماله ما ينزل ما هو لازم يكون في منافسه قويه كل واحد مننا يعرض البرنامج الانتخابي بتاعه
الناس هي اللي تختار. ايوه يا فندم، بس انا خايف من قوه المال. اطمن يا مجدي، لسه في ناس شرفه كتير، بس المحتاجين اكتر يا سيد بيه. المحتاجين يعرفوا ان البرنامج بتاعنا هو الحل الوحيد لمشاكلهم المزمنه. تشوف صعب. هو الاستاذ سيد لسه مصمم ينزل الانتخابات؟ ما دام معظم الناس عايزين يبقى ايه المانع؟ وبعدين بقى في المشكله دي اللي انا عايز افهمه دلوقتي، يعني انت واخوكوا عمر ما قدرتوش تقنعوا باباكوا ان موضوع دخول مجلس الشعب ده مش مهم بالنسبه له؟ لا يا مجدي، الموضوع صعب جدا. بابي خد ستابس كتيره ودفع مبالغ كبيره. مبالغ ايه يا بنتي؟ هي الانتخابات لسه بدات اصلا. ما هو الحزب اللي بيأيده وبيظبطه ده كل ده له ثمن. قلتيلي يعني المساله بقى ماشيه كده. يا سلام، يعني انت مش عارف؟ شفت الكلام خدنا بعيد ازاي ونسيت اسالك ايه بقى يا ست الموضوع المهم اللي انت كنت عايزه تقوله لي. انا اتكلمت مع بابي وقلت له انك عايز تقابله، وسالني عليك قلت له انك بتشتغل في مكتب الاستاذ سيد لاشين. ايه ده؟ بس هو طبعا ما يعرفش ان الاستاذ سيد ناوي ينزل انتخابات قصاده. لا طبعا ما يعرفش، لان الاستاذ سيد ما اعلنش ان هو نزل انتخابات. طب المهم باباكي قال ايه؟ هو خد الموضوع ببساطه، خصوصا ان الاستاذ سيد هو المحاسب بتاعه، وقال يعني انكم من عيله كويسه. ايوه قال ايه كمان؟ انت عايز اقول ايه كمان؟ يعني يا ستي قال لك عيلتي كويسه من انهي ناحيه؟ هو قال ان كان عندكم اراضي واتخذت ايام عبد الناصر تقريبا الاصلاح الزراعي، وقال ان عندكم قريب وزير في حكومه الوفد. قال لك كل ده؟ ده باباكي مذاكر تاريخ كويس قوي. المهم بقى يا ستي هقابله امتى؟ بعد بكره ان شاء الله. طبعا انت قلت لي انا عايز اقابله ليه؟ لا هو انا ما قلتش، بس اكيد هو فهم. يعني من حيث المبدا هو موافق. هو ما دام ما اعترضش يبقى ان شاء الله في امل. عصفور يا باشا دايما يجيب لك الاخبار اللي تفرح وتسر القلب. ابشر يا باشا ابشر. خير يا عصفور؟ في ايه؟ باشمهندس رجع كده؟ طب الحمد لله. مين اللي قالك؟ انا كنت لسه عنده دلوقتي في مكتبه. ما قالكش حاجة؟ بيقول ان كانت اعصابه تعبانة شوية ولما هديت رجع تاني. ما قالكش حاجة تانية؟ لا خالص. يعني ما قالكش البنت اللي بيدور عليها دي لقاها ولا لا؟ خالص يا باشا. طب هو حالته كانت ايه؟ كان مبسوط ولا متضايق ولا ايه؟ يا باشا ما اتكلمش في اي حاجة زي ما يكون ما فيش حاجة حصلت. حد بيرد في مكتبه؟ ازاي الكلام ده؟ ده انا لسه كنت في مكتبه. ايوه يا عمر، الحمد لله على السلامة. قالوا لي انك في مكتبك، اتصلت بيك ما حدش رد علي. طيب بعد ما تخلص مرور يبقى عد علي عشان انا عايزك في شوية شغل كده. مع السلامة. ينصر دينك يا باشا. كويس قوي انك اتكلمت معاه في موضوع الشغل وما جبتلوش ست البت دي عشان ما يحسش ان سيادتك مهتم بالبت دي. يا عصفور انت فاكرنا اهبل ولا ايه؟ استغفر الله يا باشا، ازاي الكلام ده؟ اصله بيني وبين سيادتك كده انا اتعاملت مع ناس اكابر كتير، بس بصراحه يعني والشهد لله انا ما شفتش مخ واحد فيهم زي مخ سيادتك. أنا مش عارف ليه يا باشا كده يعني ما يخلكش وزير. أعوذ بالله. ومن قال لك بقى إن أنا وقت عايز أسيب الهيلمان ده كله وأشتغل موظف؟ جرايد المعارضة بقى تبهدلني. يا راجل بلاش كلام فارغ، ده اللي تقيمة. الله ينور على معاليك، مفيش أحسن إن الواحد كده يقعد على مكتبه ويدير شغله وفلوسه. وبعدين ما هو في يوم من الأيام هبقى عضو مجلس الشعب. الوزير اللي يقرفني أقرف واستجوابات لحد ما يعمل اللي أنا عايزه. يا سلام يا سعادة البيه، أهو ده التكتيك ولا بلاش؟ أهلاً 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 يا قطة. أنت كمان وحشتينا أوي، أخبارك إيه؟ لا الليلة مش هقدر، عندي شغل. بطلي دلعب، أنت عارفة معزتك عندي. لا بس انا زعلان مني. البنت اللي انت بعتها لي المره اللي فاتت دي ما كلمتنيش، انت مش عارفه ذوقي. انا ما بحبش البنات القليلين دول من يوم. انا عايز حاجه كده فرصه مبره عشان اعرف الجمه يا بنت. طبعا غصب عنك بلجم. خلاص. طب بس مش هوصيكي. هحاول اخلص شغلي اكلمك. مع السلامة. قول لي يا عصفور الشقة ياها
نظيفة؟ يوميا يا باشا بتنضف وأنا بكون واقف بنفسي. إذا كنت سامع كده هيجي لي ضيوف الليلة. تلاجة مليانة على تمة عينها من خيرات ربنا. وبعدين أنا لسه النهاردة باعت صندوقين ويسكي. اوعى تفتكر إن أنا متمسك بيك عشان أنت قريبي. أنا متمسك بيك عشان أنت عارف كل حاجة. بتفيدنا يا عصفور في الشغل هنا وفي الشغل اللي هناك. عارف الشيء ولزوم الشيء. ربنا يخليك لينا يا باشا ويدوم عليك عز وهنا وفرفشه. فرفشه ايه بقى؟ حد يخلف واد زي عمر ده ويجي له نفسي يفرفش. الله جري يا اخويا، هتفضل قاعد زعلان كده ولو خلقتك ومادت بوزك سبع تشبار قدامك، الحل ايه بكده؟ قولي لي انت الحل ايه يا جمالات؟ بقالنا تلات اربع ليالي المسرح فاضي ولو اتمنى ربع ونبص ايدينا وش في ضهر. طب ما جبتك واحده تانية، ولا هو اللي خلقها ما خلقش غيرها، ولا اتعملت في قلب وكسر القلب بعد ما اتولدت. الله، طب جربني انا. ما جربتك يا جمالات، جربتك والناس كانت ناقصه تزقلني بالطوب. طب ما جربني تاني. ليه؟ صوتك اتغير؟ ما صوتك هو هو. ومن الاخر كده انت ما تعرفيش تهد زي نوسة. خلاص بلاش، خليني اعمل نمرة الساحة. يا ست انا عليا الحرام من دراعي، ممكن اخليكي تعملي كل النمر، بس الزباين برضو عايزة رقص، مغنى، حاجة طرية يا جمالات طرية. ما انا برقص يا ولا، هو في حد يعرف يهز زيي؟ من الاخر يا جمالات الزباين عايزين نوسة. الله يحرق نوسة على ابو نوسة في ساعة واحدة، ايه قولك؟ يا جمالات احنا بعد يومين مش هنلاقي فلوس عشان الماما عشان الاكل. يا جمالات انا بقعد بالثلاث ساعات انبح في صوتي ما بيدخلوش غير ثلاث اربع زباين. بعد ما كانوا بيعرفوا ان النوسه موجوده يقفوا طوابير ويتمنوا عشان يدخلوا. يا جمالات البت دي لازم ترجعوا باي طريقه. خلاص يا اخويا وريني هترجعها باني طريقه. وانا لقيت اللي مقتول. يا باشمهندس. ايه يا معصوم؟ مش المفروض تعدي على الباشا الكبير دلوقتي؟ انت مش شايفني شغال؟ بس انا عارف كويس قوي انك لازم تعدي عليه قبل ما ينزل. ما قالكش عايزني فين؟ الله اعلم. طب يلا. اهلا اهلا يا سياده المحافظ. الحمد لله. يا ترى في اخبار حلوه؟ لما نتقابل بقى وتسمع الاخبار يا حسين بيه، ساعتها انت اللي هتقدر تقول اذا كانت حلوه ولا مش ولا بد. الله يخليك يا حسين بيه. ها تحب بقى تشرفني سعادتك امتى علشان نقعد ونتكلم؟ يعني سيادتك مش ناوي تشرفني وتكرر الزياره؟ غدا وعشا زي سعادتك وتؤمر. لا يعني تقدر تقول كده ان انا طماع شويه. لا قبل انت شرفتني انا تحرك سعادتك. حاضر، لو حتى لو مشغول افضي نفسي اجيلك المكتب، مسافه الطريق هكون عند سعادتك. مع السلامه. المحافظ عايزني مش عارف ليه. انا جايز عشان الانتخابات. المهم انت اخبارك ايه واخبار الشغل ايه؟ ان شاء الله على ورديت بالليل هكون خلصنا نص الطلبيه. كده يبقى الشغل ماشي مظبوط. وانت بقى اعصابك ارتاحت؟ يعني مش قوي. ليه؟ انت سافرت مخصوص عشان تريح اعصابك. انا كنت مسافر ادور على نوسه. مين نوسه دي؟ يا بابا ما حضرتك عارف مين نوسه وعارف هي بالنسبه لي ايه؟ اكيد منى قالت لحضرتك يعني. افتكرتها نوسه. نوسه رقصت الموالد. ايوه يا بابا رقصت الموالد. لقيتها يا اخويا؟ للاسف ما لقيتهاش، بس انا مش هسكت، هقلب عليها مصر كلها. هتسيب شغلك وتقلب مصر عليها؟ ليه؟ هو اللي خلقها ما خلقش غيرها؟ ما تقلقش يا بابا، انا هكلف ناس يدوروا عليها وان شاء الله الشغل مش هتعطل. شغل ايه وزبت ايه؟ يا ابني انا طول عمري فخور بيك. بقول انا خلفت راجل، ربيت راجل. راجل بيخاف على مصلحة أبوه، على مصلحة شغله، على أخته اللي على وش جواز، تهد ده كله علشان واحدة من الوسط ده. بس أنا بحبها وعتها بالجواز. بسرعة كده يا ابني، لازم تتحكم في عواطفها، لازم تدور على مصلحتك. الواحد مننا لما بيروح يتجوز واحدة من نفس الوسط بتاعه بيسأل عليها وعلى أهلها قبل ما يخطي خطوة زي دي. عشان كده بقى حضرتك فكرت لما قررت إن أتجوز بقى؟ وهي ما دي حد يفكر علشان يتجوزها؟ يا ابني أي أب في الدنيا يتمنى لابنه إنه يتجوز بنت زي دي حتى لو ما كنتش بحبها؟ الحب ده مش مهم، الحب ده بيجي بعدين، لكن بنت زي دي ما تطيرهاش من إيدك. كل واحد وله تفكيره. طيب خلاص يا سيدي، أنا هسمع الأمور ليه؟
انت مش بتقول انك انت ما لقيتش البت دي؟ الناس دول سيع كل يوم في حته، وصعب جدا انك انت تلاقيها. على الله بقى تعيد تفكيرك في الوقت ده عشان تعرف قد ايه انت كنت غلطان. خدي عسليه اشربي. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ انا عارفه اهو، ده اللي موجود في البتاع ده، عمر قال لي هيملاهولي لما يفضى. اللهم صل على النبي، شكلك يا بنتي يا نوسه كده هتتمرمغي في العز. طمنيني بقى قوليلي اتفقتوا على ايه؟ هنفرح امتى؟ بعد يومين يا بنت هنتجوز. لو النبي. الف مبروك يا اختي، الف مبروك. عقبالك يا عسليه انت ومشمش. يا اختي انا زهقت والله من الموضوع ده. تفتكري يا نوسه هيحصل؟ ده انا ومشمش بناكل لقمتنا بالعافيه. ربنا يسهل يا عسليه، ما انا وعمر برضو مش هنسيبكم. ربنا يخليكم لينا وربنا يتمم لك بخير. قولي لي يا عسليه، عازمين غيرك انت ومشمش وابويا؟ هو انت ناويين تعملوا فرح؟ عمر قال لي بعدين، هنكتب دلوقتي عشان ما حدش يبقى له عندنا حاجه. يعني فرح على قد بعضينا كده؟ خلاص نجيب الفرقه بتاعتنا تفرح معانا، ونجيب اهم اتنين بقى في الفرقه، خربوش وجمالات. يا لهو يا نوسه ده هيتفرشوا. انا قلت كده بقى. اجيب لك واحده تانية تشربيها؟ لسه فيها. طب اجيب لك تاكلي يا عسليه؟ اكل. كاتك ايه يا عسليه؟ وحشاني وحشاني يا نوسه. انت تاني؟ عاوز ايه؟ كون عايز ايه يا حلك؟ عايز الكبير. الكبير اللي مش موجود يا فالح. امال فين يا بواب الغابر؟ انت بتتريق بقى يا اللي اسمك وشكلك كده كلهم مشاكل. انا اعرفك المشاكل اللي هتصح وعالجد. انا اقول له سعاده البيه انت مش بتدخلني. يعني خلاص بقيت انت وسعاده البيه صحاب؟ اكتر من صحاب. هو قال لي لو حد منعك هنفقده. انا ما منعتكش، انا قلت لك سعاده البيه مش موجود، وبعدين ممكن تروح تشوفه في المصنع. المصنع؟ ماشي يا حلو. ان شاء الله الحزب بعد اسبوعين هيعلن عن الناس اللي مرشحهم، وبالحقيقه عبلاوي بياكد لي ان انا واحد منهم. افهم من كده حسين بيه انك وضبت امورك معاهم هناك؟ كل اللي طلبوه انا نفذته. عال قوي. شوف يا حسين بيه، بعد ما الحزب يعلن اسماء المرشحين، وان شاء الله طبعا انت هتكون واحد منهم، المحافظه هتبدا تعمل الدعايه الخاصه بيها لمرشحين الحزب، وتقدر تعتبر ان دي هتكون دعايه مجانا، بالرغم طبعا ان باقي المرشحين في الاحزاب التانيه والمستقلين كمان لو فكروا يعملوا دعايه زي اللي هتعملها المحافظه ده هيكلفهم ملايين. في الحقيقه انا مش عارف اودي جمايلك فين يا شكري بيه. انت بتقول ايه يا حسين بيه؟ احنا اخوات يا راجل. في الحقيقه بس انا كان ليا طلب كده ما تتصورش انا محرج اكلمك فيه قد ايه. ما هقول يا شكري بيه، انت لسه قايل ان احنا اخوات. طبعا اخوات يا حسين بيه، وفي الحقيقه الطلب ده كان هياكد الاخوه اكتر، وان شاء الله نبقى نسايب خير ان شاء الله. الحقيقه انا ما كنتش اعرف ان عندك بنت على وش جواز، ولما دعيتني بكرمك لبيتك وقعدت مع بنتك وشفت ولادك واتكلمت مع بنتك تحديدا، ما تتصورش اعجبت بيها قد ايه، وقلت هي دي العروسه المثاليه اللي ابني بيدور عليها. ده شرف كبير ليا شكري بيه. بس في الحقيقه ما كنتش قادر افتحك في الموضوع دوت، يعني حسيت بحرج ان الوقت غير مناسب، وخصوصا ان حضرتك هتبقى مشغول بالانتخابات. لا دي حاجه ودي حاجه، وبعدين ما احنا ممكن نخلي الفرحه فرحتين. تحب نخليها رسمي امتى؟ ممكن ساعتك تديني فرصه اكلم العروسه واشورها ونحدد ميعاد ونخليهم يقابلوا بعض. في الحقيقه لازم يقعدوا مع بعض. تحب انت احسن ليه؟ انا هكلم منى بنتي، اخليها هي اللي تحدد الميعاد عشان ما يبقى لهاش حك. لا تقول انتوا فاجئتوني، اصل انا تعبانه، اصل الوقت مش مناسب. الكلام بقى اللي البنات بيقولوه في الظروف اللي زي دي. عموما انا فهمت انك كده عايز تاخد رايها في الموضوع ده، حقها. على العموم احنا ما نسبقش الاحداث، نخلي العريس والعروسه يقعدوا مع بعض ونشوف رايهم. ايه العباره يا عصفور افندي؟ هو الباشا الكبير مش هيجي المكتب النهارده ولا ايه؟ بعدين بقى خربوش، استنى بقى انا مش بقولك وصل ولا ما وصلش. روح يا ابوك. لا لسه. طب قول عامل. هقول لك، قول له الكلمتين اللي انا قلتهم لك. لا ما ينفعش، انت لازم تقولهم له بنفسك. طب قول عامل ايه؟ انا افضل مربوط جنبك كده طول النهار.
طب دقيقة واحدة بقى كده اطلبه على المحمول. طب ما كان من الاول يا جدع. استنى بس. من ابو كام ده؟ ده عهدة. الو؟ ايوه يا باشا. يا اهلا وسهلا. حضرتك في البيت ولا في المكتب؟ لا يا باشا، اصله الجدع اللي اسمه خربوش موجود معايا هنا. ايوه خربوش بتاع الفرقه بتاع البيت. ياه قول له خربوش ما بيموش. ايوه هو عارف. ايوه يا باشا حاضر من عينيا الاثنين. مع الف سلامه يا باشا. ها خير؟ خير ان شاء الله، كل خير. عرفت بقى ان هو عايزك تقول له الكلام اللي انت عاوزه؟ عايزني هنا ولا عايزني في البيت عنده؟ لا هو طلب مني حاجه مهمه قوي. الباش مهندس عمر احجز عليه عشان عمر ما يشوفكش مع الباشا. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ بقول لك كبير اللي حصل، خدها من شغلها وقعدها في لوكاندا لوكس اللوكس. بقول لها اتجوزك. تعرف عنوان اللوكاندا دي واسمها ايه؟ اعتبر الكلام ده واضح. حصل ان شاء الله اجيب لك اسمها. انت هتنزل من هنا على المصنع تقابل الاستاذ عصفور. المصنع؟ لا بلاش المصنع علشان عمر ما يشوفكش هناك. السواق هياخدك هيوديك المكان اللي هتقابل فيه الاستاذ عصفور. هيدي لك موبايل عشان تتصل بيا، فاهم؟ الا فاهم يا كبير. ما تاخذنيش بس، الموبايل ده مش محتاج مصاريف. بمؤاخذه. طيب 400 جنيه اهم. اول ما تعرف معاك جوازهم تبقى تبلغني على طول. طب خليهم 500 عشان المعادي بمظبوط. بمؤاخذه. اتفضل. امشي بسعادتك يا كبير، واموري بعد اذن سعادتك.